لقاءات ما بعد فوز الأهلي على رأس غارب بسباعية، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الاخطاء طبعا انا بقول لحضرتك الاولاد الصغيرين دول عندهم 15 سنه، وارد ان يبقى في اخطاء، تمام؟ احنا بنشتغل دايما على الاخطاء اللي بتبقى في الماتشات. النهارده انا بقول لحضرتك كان في اخطاء وقدرنا الحمد لله ما بين الشوطين ان احنا نعالجها. كان في صربعه ان احنا نحرز اهداف، طبعا عارف فرقه راس غريب دي فرقه اخر فرقه في الجدول، الاولاد برضو حته ان هم بيلعبوا فرقه اقل في المستوى واقل في كل حاجه، فدي بتبقى فيه شويه سهوله، شويه مستسهلين المباراه النهارده يعني في حته اللعب وكده. انا كلمتهم قبل اللقاء قلت لهم احنا ماتشاتنا كلها ماتشات كؤوس، العبوا لعبكم واشتغلوا في الملعب. رغم ان احنا كان عندنا اخطاء النهارده، بس انت لو تبص على الجيم من اوله انت جايبه جون ومضيعه جوان طول الشوط الاولاني، بس زي ما انا قلت لك الاخطاء اللي بتيجي فينا اخطاء يعني غير مقصوده. طبعا الاولاد برضو بقول لك لسه صغيرين، لسه بنعلمهم ولسه بيتعلموا. بصي، هو اولا المباراه اللي جايه بلديه المحله هنا في نادي الغابه، عندنا مباراه برضو من الفرق برضو اللي هي برضو زي راس غارب كده، محتاجه برضو ان احنا نشتغل معاها بنفس التركيز وبنفس الروح اللي اشتغلنا بيها النهارده الشوط الثاني. نفكر بس في ماتش البلديه، وبعد كده نفكر في ماتش ان شاء الله باذن الله لما يجي وقته ان شاء الله يوم السبت الجاي ان شاء الله. الحمد لله بنحمد ونشكر ربنا طبعا على المكسب. الشوط الاول الماتش احنا صعدناه لنفسنا، بس بين الشوطين الكابتن محمود دخل قال نهدى ونلعب كره سهله. نزلنا الحمد لله، بحب اشكر الرجاله طبعا، اللعيبه كانوا رجاله، ونزلنا الشوط الثاني جبنا سكور الحمد لله. وطبعا بحب اشكر الكباتن كلها، كابتن بودة وكابتن محمود بيوم وكابتن وائل وكابتن مصطفى وكابتن سيد عرفان، طبعا شغالين معانا شغل كويس قوي من اول اسبوع. وبحب اشكر ابويا طبعا اللي واقف جنبي وبيساندني. طبعا الحمد لله انا هداف الدوري الجمهوريه لحد دلوقتي ب 17 هدف في 13 ماتش الحمد لله. الحمد لله احنا كنا كلنا رجاله، طبعا احنا الماتش كل ماتش بناخده بجديه، وبنشكر الجهاز واللعيبه كلها اللي احنا كنا قد المسؤوليه وقد التحدي اللي جالنا، والحمد لله انا اشكر ربنا واللعيبه كلها على الفوز. كابتن محمود ما بين الشوطين بيحاول يرجع الثقه اللي هو يعني حاططها فينا، واحنا قال لنا العبوا براحتكم، واحنا الحمد لله بعد ما ادانا الثقه دي وكل ما حدش كان قلقان وعرفنا ان احنا ننزل نلعب الكوره بتاعتنا ونجيب الاجوان ونكسب. الله يبارك فيك، هو فعلا احنا استسهلنا، كنا نازلين مستسهلين، مع ان الكباتن والاداريين قالوا لنا ان احنا الماتش ده ما ينفعش نستهزأ بيه، لان هو اي ماتش بالنسبه لنا بطوله، لان احنا بنلعب على المركز الاول. الحمد لله هو كان في غلطات في الشوط الاول، بس قدرنا ان احنا نصحح الغلطات وقدرنا ان احنا نكسب الشوط الثاني. احنا النهارده قالوا لنا قبل الماتش ان الماتش يبان سهل، بس هو باين صعب. مفيش فرقه تيجي من النادي الاهلي وتسيب لك نفسها وتقول لك اكسبيني. احنا عندنا كل الماتشات بثلاثة بونت، اخر مركز ده اول مركز، واحنا بنلعب اول مركز على طول عشان النادي الاهلي. بنبارك لفريق 2008، فريق من الفرق اللي عندنا يعني فيها لاعبين ما شاء الله مميزين، ويفضلوا يعني عندهم استمرارية.